الرئيس الرواندي بول كاجامي، نعم هو كلف من رؤساء الاتحاد الأفريقي بإعداد تقرير عن كيفية الهيكلة أو إعادة هيكلة الاتحاد الأفريقي بحيث أنه يحقق الأهداف المرجوة منه في أجندة 2063 ويحقق التكامل بين الدول والوحدة والتنمية لدول والحوكمة وكل الأهداف اللي هم بيهدفوا إليها. أنا اللي يلفت نظري في هذا المجال أيضا هو أنه مصر بتقوم بدور هام جدا ورائد في أنها بتعرف المندوبين الدائمين ودول السفراء الدول كلها اللي معتمدين في إثيوبيا اللي هم معتمدين في لدى الاتحاد الأفريقي بكيفية القيام بعملية الإصلاح دي، لأن هم الأدوات الحقيقية اللي بيتم من خلالها صياغة العمل المؤسسي الهيكلي الخاص بالاتحاد الأفريقي. نعم. كل واحد منهم بيمثل دولته وبيمثل الرأي بتاع دولته، وبالتالي أنا لما بيكون هنا في مصر بعمل عملية توجيه وتشكيل يعني الأذهان الأفريقية بالنسبة لهذا الموضوع، فأنا شايفة إن هو ده جهد كبير جدا وهام جدا جدا جدا، يعني يضاهي أو يكمل التقرير الذي قام به الرئيس كاجامي. اللي عاوز أقوله كمان إنه إحنا في نفس التوقيت، يعني في هذه ورشة العمل كانت بتتعمل في نفس الوقت، كان عندنا أكثر من حدث أفريقي بيتم بنفس الشكل تقريبا، فكان عندنا آلية مراجعة النظراء الخاصة بالاتحاد الأفريقي، عقدنا ورشة عمل إقليمية لكل دول شمال أفريقيا لتعريفهم برضو بآلية النظراء وكيفية تعاملها مع مختلف القضايا، وتم طرح الكثير من الأمثلة، ثم عقد أول اجتماع بعدها للآلية الوطنية المصرية لتعريف أفراد هذه اللجنة الوطنية بهي آلية مراجعة النظراء، لأنه مصر احنا كنا منضمين من سنة 2004 لهذه الآلية، ولكن هذا العام تم الاتفاق على انه مصر هتخضع لتقرير آلية مراجعة النظراء. ايه آلية مراجعة النظراء او ايه هو التقرير ده؟ في لجنة من الشخصيات المرموقة في الاتحاد الافريقي وبتعمل تقارير عن كل دولة بالنسبة لعدد من المعايير، منها مثلا الديمقراطية والحوكمة والتقدم الاقتصادي. لما تكون في دولة بتوافق انها تخضع لمثل هذا التقرير، فده بيكون نقطة في صالحها جدا جدا، بترفع من تصنيفها الدولي وبتساعد مثلا لو انت بتطلبي قروض من البنك الدولي، جذب الاستثمارات الخارجية. الكلام ده كله لما بيطلع هذا التقرير بشكل إيجابي ده بيساعد جدا 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 في انه يتم الموافقة عليه. طيب نسبة الدول الأفريقية اللي قدرت ان هي توصل لهذه المرحلة، يعني انها تكون مستعدة للخضوع لآلية مراجعة النظراء. طبعا دي حاجة إيجابية جدا، والحقيقة في عدد من الدول كبير أتم، أحسن كمان إن هو في بعض هذه الدول حاليا بتبدأ في تقريرها الثاني، يعني تم التقرير الأول وتم مناقشته مع رؤساء هذه الدول، إنه بيتم مناقشته على مستوى القمة. نعم. وده بيساعد حتى رئيس الدولة اللي موجود في إن هو يعني يقدم أمام معارضيه ما يثبت إن ده رأي المجتمع الدولي والمجتمع الخارجي فيما تحقق من إنجازات، وليس فقط مجرد دعاية داخلية. تمام. يدعمهم كمان. تمام. بشكر جزيلا سيادة السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية. أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكرا للتدريب
تابع لشرطة في العاصمة الصومالية مقديشو، ما أسفر عن استشهاد 18 شخصا بالإضافة إلى إصابة 15 آخرين. من جانبها أدانت جامعة الدول العربية تفجير الانتحاري الذي استهدف مقر أكاديمية للشرطة في مقديشو. وجدد المتحدث الرسمي باسم أمين عام الجامعة العربية الوزير المفوض محمود عفيفي إدانة واستنكار الجامعة لمثل هذه الأعمال الإرهابية، مؤكدا التزام الجامعة بمواصلة جهودها لمساندة الصومال وقيادته في كل ما تقوم به من أجل مكافحة الإرهاب والقضاء على التهديد الذي تمثله حركة الشباب الإرهابية وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في ربوع البلاد. أعلن ألان نوديو منسق العمليات الإنسانية في جنوب السودان الحاجة لتوفير 1.7 مليار دولار، وذلك لتلبية الاحتياجات الإنسانية لنحو 6 ملايين شخص في جنوب السودان خلال العام القادم. المسؤول الدولي أكد أن نصف سكان جنوب السودان أو ما يعادل 12 مليون نسمة يحتاجون لهذا المبلغ لمواجهة أثار الجوع والتراجع الاقتصادي والحرب الأهلية التي انزلقت إليها جنوب السودان عام 2013 بعد عامين فقط من نيل الاستقلال أو ما عرف وقتها بحق تقرير المصير. حذر مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي من أن حوالي 6000 متشدد أفريقي قاتلوا في صفوف تنظيم داعش الإرهابية يمكن أن يعودوا إلى القارة السمراء، داعيا الدول الأفريقية للاستعداد للتعامل مع هؤلاء في حال عودتهم. ودعا مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي الدول المعنية إلى تبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن هؤلاء المسلحين مع احتمالية عودتهم إلى بلادهم بقوة. حاول عدد من مقاتلي جماعة بوكو حرام الإرهابية اقتحام قاعدة عسكرية في شمال شرق نيجيريا، وذلك بعد أو قبل أن يتراجعوا في معركة استمرت لمدة ساعة مع الجيش النيجيري وأسفرت عن عدد كبير من القتلى. أسفر هذا التمرد عن مقتل أكثر من 20,000 شخص بالإضافة إلى نزوح 2.6 مليون مواطن، وذلك منذ عام 2009 وحتى الآن في شمال شرق نيجيريا. دي كانت مجموعة أخبارنا، الملف الذي نطرحه معكم لنقاش هذا الأسبوع في أفريقيا حول دعوة الرئيس الفرنسي لمسؤولون أو مسؤولين أوروبيين وأفارقة لتسريع إطلاق القوة الإقليمية لدول الساحل الإفريقية الخمس من أجل مواجهة الإرهابيين في هذه المنطقة الذين استطاعوا تحقيق مكاسب على الأرض أو على الصعيد الميداني بشكل ينبئ بالخطر. هذه القوة كان عائق التمويل هو العائق الأكبر أمامها، لكن مساهمة الدول الخليجية ربما أزال كثيرا هذا العائق. دعم قوي وجه من قبل كل من السعودية والإمارات بإعلانهما المساهمة ب 130 مليون يورو في هذه القمة من أجل تدعيم القوة الإقليمية لدول الساحل الإفريقية الخمس، وطبعا تضاف هذه المساهمات إلى المساهمات المقدمة بالفعل من قبل الاتحاد الأوروبي ب 50 مليون يورو، فيما أعلنت الولايات المتحدة مساهمتها ب 60 مليون دولار. أما ألمانيا فأعربت من خلال المستشارة أنجيلا ميركل عن استعدادها للمساهمة الكبيرة من خلال التجهيزات والبنى التحتية. إذن جاهزية هذه القوات وتمويلها أصبح واضحا في أعقاب هذه القمة التي استضافتها فرنسا. والآن الحديث عن مدى قدرة هذه القوة الأفريقية لدول الساحل الخمس في مواجهة الإرهابيين في هذه المنطقة، ومدى الدور الأوروبي في هذه المرحلة، هل انتهى بتشكيل هذه القوة أم أن الدعم مستمرا بما أن الخطر أيضا يطال أوروبا. نتحدث أولا عن هذه القمة لكن تفاصيلها معكم في هذا التقرير ثم نبدأ الحوار.
انطلقت جهود التصدي للإرهابيين في دول الساحل الإفريقية دعما قويا من السعودية والإمارات بإعلانهما المساهمة ب 130 مليون يورو في قمة استضاف خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قادة أوروبيين وأفارقة من أجل تعزيز القوة الإقليمية لدول الساحل الإفريقية الخمس. وتشارك في قوة التصدي للجهاديين في دول الساحل الإفريقي كل من بوركينا فاسو والتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر. وأعلنت السعودية المساهمة بمئة مليون يورو إلى جانب مساهمة الإمارات بثلاثين مليون يورو، ما انعكس ارتياحا لدى الرئيس الفرنسي بتخطي مجموع المساهمات المعلنة بحوالي 250 مليون يورو التي يحتاجها تشكيل هذه القوة على المدى القصير. فقد أعلن الاتحاد الأوروبي المساهمة بخمسين مليون يورو، فيما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مساهمتها بستين مليون دولار. من جهتها أعلنت ألمانيا ممثلة بالمستشارة أنجلا ميركل أنها ستقدم مساهمة كبيرة عبارة عن تجهيزات وبنى تحتية. وقد التقت المجموعات المتشددة التي تفرقت خلال عملية صرفال الفرنسية في 2013 انقساما في شمال ووسط مالي على رغم وجود 12 ألف عنصر من قوة للأمم المتحدة وقوة برخان الفرنسية التي يبلغ عددها 4000 رجل في المنطقة. وتمكنت خلال العام 2017 من زيادة هجماتها على هذه القوات والجيش المالي، ووسعت نشاطها ليشمل وسط وجنوب مالي على الحدود مع النيجر وبوركينا فاسو اللتين دائما ما تتأثران بما يحدث. معي في هذا الحوار سيادة اللواء محمد رشاد رئيس مركز الوعي العربي للدراسات الاستراتيجية. مساء الخير سيادة اللواء. أولا، فرنسا كان لديها رغبة واضحة في تدعيم هذه القوة وقد حدث في هذه القمة التي استضافتها فرنسا. لماذا فرنسا تحديدا؟ يعني كانت المعنية بالأساس من ضمن الدول الأوروبية بدعم هذه القوة. فرنسا تدخلت عسكريا سنة 2013 لتفريق للحد من نشاط هذه الجماعات، وأعتقد أن نجحت في تفريقها، ولا زالت فرنسا بتقود العمليات الميدانية ضد أي تطرف أو أي عمليات إرهابية في هذه المنطقة. فرنسا ليها مصالح كبيرة جدا في المنطقة، وأعتقد أنها في 2013 دخلت عسكرية منفردة رغم معارضة أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية. وبعد ما تدخلت فرنسا للحفاظ على مصالحها في المنطقة ابتدت تستجيب أمريكا، وابتدت الدول الأوروبية ابتدوا يقدموا مساعدات لوجستية ومع قاعدة وإمداد القوات الفرنسية بالمعلومات المتوفرة عن هذا. نعم. الموضوع ده، الصراع ده موجود من 2013. نجحت فرنسا بجهودها أن هي تفرق هذه الجماعات وتقضي عليها نوعا ما، لكن هذه الجماعات ابتدت تعيد نشاطها مرة أخرى وابتدت تهاجم القوة قوة الأمم المتحدة وابتدت تهاجم القوى الفرنسية والجيش المالي، وابتدت تتقدم إلى وسط وجنوب مالي، وأعتقد بقت من الخطورة تهدد المصالح الفرنسية والأوروبية في هذا المجال، لأن احنا عارفين المنطقة دي أقرب منطقة لأوروبا، عشان كده كل الأوروبا النهاردة بتهتم بهذا الموضوع. أنت عندك النهاردة كل الأفارقة كلها، رؤساء الدول الخمس مثلوا في هذا الاجتماع الأفريقية، وعندك كمان رئيس وزراء ألمانيا، وعندك صحيح بلجيكا، وعندنا إيطاليا كمان. ده يدي مجال كبير، أو ممثلين من أمريكا والسعودية والإمارات، وده يدي مجال إن مهتمين جدا بأنه الحد من الإرهاب في هذه المنطقة، لأن الإرهابيين دول يبقوا مجال نشاط ممكن تصدرهم إلى أوروبا والدول المجاورة. ده كان مهم جدا. الموضوع ده أصلا، المبادرة دي أصلا أطلقت بداية العام الحالي واستمرت هذا الإطلاق، وبعدين ابتدت يعني البطء شديد فيها. فهذا المؤتمر لتسريع تشكيل هذه القوة كان البطء سبب التمويل بشكل رئيسي. بالضبط، 250 مليون يورو ابتدت تطلق هذه الدول. المبادرة دي بتهدف بالدرجة الأولى إلى تشكيل القوة اللي أطلقت بداية العام الحالي إلى تشكيل قوة قوامة 5000 مقاتل من قوات الجيش للدول الخمسة
الموجودة، ولابد أن ينتهي ذلك في مايو 2018. نعم، يعني دول الخمس: مالي، بوركينا فاسو، النيجر، أيضا تشاد. هذه الدول هل مع التمويل لديها القدرة العسكرية على مواجهة هؤلاء الإرهابيين مع الوضع في الاعتبار طبعا المنطقة الجغرافية والتمويل والأسلحة مع هؤلاء الإرهابيين؟ طبعا هو موضوع مش التسليح في حد ذاته، هيبقى تسليح وتدريب ومساعدات لوجستية وكل المجال ده، قوة مشتركة. وأعتقد أن فرنسا بتقود هذه العمليات الميدانية وبتتصدر القيادة في هذه المنطقة، وأعتقد أن فرنسا هتبتدي ترفع من كفاءة وقدرات هذه القوات على أساس أن هي بس تتجمع، على أساس أن هي تبقى في مايو 2018 مجمعة، وتستطيع فرنسا بخبرتها وتسليحها وتدريبها أن ترفع مستوى هذه القوات. وأعتقد أن هي 5000 مقاتل بالعتاد وبكل التسهيلات المطلوبة في هذه المناطق، سواء من حملة أو أسلحة وخلافه. وقاعدة معلومات أعتقد أن هذه القوة تستطيع بكفاءة أن تحارب هذا الإرهاب أو تقضي عليه أو تفرقه بالدرجة الأولى، وتبتدي تسيطر على المناطق دي. المناطق دي في حد ذاتها تمثل خطورة على المصالح الفرنسية بالدرجة الأولى. نعم. وبقية الدول الأوروبية لابد أن نكون معلوما أن فرنسا بتتحمل العبء الأكبر في هذا المجال، وأعتقد أنها بتحاول تخفف التزاماتها أو في هذا المجال بأساس أنه هو يبقى فيه مساهمات أوروبية ومساهمات أخرى عربية في هذا المجال، حتى تستطيع أن تخفض التزاماتها الموجودة في هذه المنطقة اعتبارا من 2018، لأنها لا زالت تتحمل العبء الأكبر في سبيل الدفاع أو التصدي لهذه الجماعات الإرهابية التي انتشرت وأعادت استعادت قوتها مرة أخرى وابتدت تهاجم أو تهدد الأهداف أو المصالح الفرنسية في هذه المنطقة. طيب في رأيك هنا إيه الفرق تحديدا سيادة اللواء؟ لأنه فرنسا إذا ما تحدثنا عن المصالح، لعل المسرح الأكبر الذي تواجدت فيه فرنسا كان مالي، وذلك بقوة يعني تحمل عدد كبير من العناصر حوالي 4000 عنصر. عملية برخان، العملية التي عرفت باسم برخان في فرنسا، ورغم ذلك الإرهابيين في مالي استطاعوا بسط سيطرتهم في بعض الأماكن. هو طبعا هو القوة الموجودة غير كافية، وأعتقد أن فرنسا النهارده عشان كده ابتدت تطلق هذه المبادرة لتشكيل قوة جديدة، قوة قوامة 5000 مقاتل تستطيع من خلالها أن تحقق الأهداف المطلوبة منها في السيطرة على هذه المناطق، لأن القوة الموجودة حاليا غير كافية. عشان كده فرنسا كانت جادة في هذا الموضوع. أعتقد هذه المبادرة أطلقها الرئيس الفرنسي، أعتقد أن هو أطلقها لتسريع لسرعة تشكيل هذه القوة، لأن المنطقة فعلا أصبحت واسعة وأصبحت فرنسا غير قادرة على السيطرة على هذه المنطقة. وبعدين تطلب، عشان كده بتطلب تشكيل قوة جديدة النهاردة من 5000 مقاتل تستطيع من خلالها مساعدتها في أنها تحقق السيطرة على هذه المناطق والحد من الإرهاب في هذه المناطق وحماية مصالحها وحماية قوتها وحماية القوات الأمم المتحدة وحماية الجيش المالي النهاردة بيتعرض لها هجمات كثيرة جدا في من الإرهاب. طيب كان في سؤال مطروح أثناء القمة حتى طرح على الرئيس الفرنسي نفسه إيمانويل ماكرون، تغيب الجزائر، لماذا تغيبت الجزائر؟ هو في عندنا برضو المؤتمر ده هيتعقد تاني في بروكسل في فبراير، واعتقد هم بيأملوا انه يضموا عليه السنغال والجزائر، بيأملوا في المؤتمر القادم اللي هو فبراير هيبقى يتمنوا ان يضموا الجزائر والسنغال، واعتقد ان ده موجود او في جدول اعمال القمة القادم الموجود في فبراير عشان ضم الجزائر والسنغال للقيام بهذا الدور عشان احكام السيطرة على الارهاب في هذه المنطقة باعتبار عدم انتقاله الى دول اخرى، ويستطيع ان يعيد التاني الانتقال مرة اخرى الى الدول الساحل الخمس. طيب يعني لكن اكيد قرار الانضمام يعود الى الجزائر او السنغال، اليس من مصلحه الجزائر التواجد في هذا التحالف؟ اعتقد ان الجزائر النهارده برضه معرضه للارهاب،
ما الإرهاب لا وطن ولا حدود، عشان كده ما فيش أي دولة النهاردة بعيدة عن مرمى الإرهاب. عشان كده أي دولة النهاردة بتبقى عندها تخوف من انتشار الإرهاب أو انتقاله، إلا أعتقد لابد أن تنضم إلى هذه القوة، لأن القوة دي فعلا إذا دربت تدريبا جيدا وسلحت تسليحا جيدا هتستطيع أن تقوم بدور كبير قوي في هذا المجال. وأعتقد أن فرنسا يعني ليها دور كبير قوي فيه، وأعتقد فرنسا كمان أن هي قادرة أن هي تقود هذه القوات وتتصدى للإرهاب باعتبار لها خبرة قتالية في هذه المنطقة. طيب اسمح لنا سيادة اللواء مع مشاهدينا نتوقف للحظات مع أهم نتائج قمة دول الساحل الأفريقية الخامسة في فرنسا، ولعل المكسب الأبرز هو تسريع وتيرة إطلاق القوة الإقليمية من دول الساحل الأفريقية الخامسة من أجل مواجهة الإرهابيين في هذه المنطقة. إذا مشاهدينا، القوة الإقليمية لدول ساحل الخمس عدت عتادها وحققت التمويل بالمساهمة الأوروبية والخليجية والأمريكية، لكن يبقى السؤال سيادة اللواء محمد رشاد، يعني في المواجهة إلى أي مدى الخطر قائم الآن؟ بالإضافة للمكاسب الميدانية اللي حققها على الأرض هؤلاء الإرهابيين، هناك يعني جرس إنذار دق خلال هذه القمة في تصريحات لرئيس مالي ورئيس مجموعة الدول الخمس حول يعني عدم وجود الوقت الكافي، أن الوقت يعني يداهم الجميع لمواجهة خطر هؤلاء الإرهابيين مع انتهاء الحرب في سوريا، مع توقعات لتدفق الإرهابيين في الوقت الحاضر، فيه أيضا مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي من أنه هناك مقاتلين بالألاف أفارقة قاتلوا في صفوف تنظيم داعش ويعودون إلى القارة الأفريقية، يعني هذا شيء مؤكد، كيفية الاستعداد لهذه؟ هو طبعا موضوع مشكلة الإرهابيين أنك بتحارب أشباح، بتبقى قوة صغيرة لكن قادرة على التنقل والظهور والاختفاء في أي مكان، وأعتقد قدرات القوات النظامية على مواجهتها بيبقى بالنسبة لها صعب. فأعتقد أن هو محتاج بقى قوة كبيرة جدا، وأعتقد أن القوة دي أوريدي فيها نواتها اتشكلت وعملت عمليات في قتالية في الحدود مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وعملت عمليات هناك، واعتقد ان هي لو زياده الدعم وزياده القوه اعتقد بقياده فرنسيه وتسليح والتسليح والتدريب، اعتقد هذه المناطق ملحه جدا او هذه القوات ملحه جدا في هذه الظروف، لان المنطقه دي فيها تهديد ليها من زياده هذا العناصر الارهابيه القادمه زي ما قلت حضرتك من داعش الموجودة في المشرق العربي، وكل ده هيبتدي يبحث على منطقة حاضنة جديدة تستطيع من خلالها التمركز والانتشار. أعتقد احنا قلنا قبل كده ان من دول القادرة او القابلة لهذا الموضوع هي الدول الأفريقية وليبيا، عشان كده بنقول ان احنا لابد ان تبتدي نجهز قوات انتشار سريع
قادرة على التصدي لهذه القوات الإرهابية، القوات الإرهابية في حدود إن هي بتتزايد كل شوية في المناطق الأفريقية، لأن دي أنسب مناطق لتمركز هذه القوات الإرهابية، لأنها مناطق شاسعة بدون سيطرة، وبالتالي هتلاقي مجال خصب لتمركز هذه العناصر في هذه المناطق. هنا التنسيق الاستخباراتي وتبادل المعلومات الى اي مدى مهم؟ يعني طبعا هو ما فيش حرب في الدنيا من غير قاعده معلومات، اللي عنده قاعده معلومات يقدر يحقق ده. لو بنتحدث عن يعني مقاتلين افارقه يعودون مع الارهاب اكثر من ان تكون مع القوات النظاميه، لان القوات النظاميه واضحه ومحدوده يعني تقدر تشوفيها وتقدر تتعلق، لكن الارهاب محتاج معلومات النهارده عشان تبتدي تقوم بعمليات استباقيه وقائيه لضرب هذا العناصر قبل تحركها، وبالتالي قاعده المعلومات بتلعب دور رئيسي اكبر من اي مجال اخر بالنسبه للمكافحه الارهاب. بدون قاعده معلومات لا يمكن ان تقاوم الارهاب، وبالتالي تحتاج القوات الى معلومات كويسه. واعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه قدمت في 2013 القوات الفرنسيه معلومات قوية جدا نتيجة الاستطلاع، والمعلومات أدت إلى أن فرنسا تبتدي تسيطر على الموقف سنة 2013. نعم. لو ابتدت هذه ألمانيا تبتدي تقدم مساعدات لوجستية ومعلومات، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية بقدراتها الاستطلاعية قادرة على إمداد هذه القوات بالمعلومات المتوفرة لديها في عن تحركات وتجمعات هذه الإرهابيين، لأن لابد ان يعني تعملي على الفعل. نعم. وليس على رد الفعل. طيب المساهمه الخليجيه يعني اكيد ساهمت كثيرا بتسريع خطى تشكيل هذه القوه في هذا التوقيت، يعني لماذا في رايك اقدمت على هذه الخطوه؟ لا هو ما احنا بنقول الارهاب لا وطن ولا حدود، عشان كده القضاء على الارهاب في اي مكان النهارده بيخدم كل مناطق كل دول المنطقه، لان انت ما بتقدر على الارهاب في افريقيا النهارده بتحدي من انتشاره في المنطقه كلها، لان الارهاب ما بيتمركزش في مكان لانه حركته عاليه جدا وتحركاته عاليه جدا، وبيبحث عن اماكن النهارده يستطيع منها ان تكون منطقه حاضنه لتحقق لي الامن والاستقرار. فعشان كده لابد ان نكون معلوما ان من يحارب الارهاب في افريقيا الدول العربيه تحاربها في افريقيا، لانها هذه الإرهابيين ممكن ينتشروا وانتقلوا لأي مكان. نعم. وأعتقد الدول العربية أو المشرق العربي عانى كثيرا من الإرهاب، وأعتقد درس مستفاد لابد أن تنتقل هذه الدول العربية إلى ضرب تجمعات هذه الإرهابيين في أي مكان على سطح الكرة الأرضية. شكرا جزيلا لسيادة اللواء محمد رشاد رئيس مركز الوعي العربي للدراسات الاستراتيجية. نعم. ومشاهدينا في ضوء متابعتنا المستمرة في برنامج أفريقيا لكل ما يستجد في الشأن الأفريقي، ومن خلال متابعتنا أيضا لمؤتمر أفريقيا 2017 الذي استضافته مدينة السلام مدينة شرم الشيخ الأسبوع الماضي، كان لفريق عمل برنامج أفريقيا لقاء مع وزير التخطيط والتخطيط الحضري والمدينة في النيجر، تحدثنا معه عن كل المعوقات أمام سبل التكامل الأفريقي، الغاية الواضحة التي يهدف إليها القادة الأفارقة وتسعى إليها مصر بشكل واضح، ويتجلى ذلك في استضافتها للعديد من القمم التي تساهم في تدعيم هذا التكامل. أترككم مشاهدينا في الجزء الثاني من هذه الحلقة من برنامج أفريقيا مع لقاء أجريناه مع وزير المدينة والتخطيط الحضري في النيجر السيد حابي محمودي سليسو. مشاهدينا مع الزخم المستمر والمتواصل لمؤتمر أفريقيا 2017 نحاول الاقتراب من هذا الزخم من خلال أبرز المشاركين في هذا المؤتمر من مختلف دول أعضاء الكوماسا، وذلك على كافة الجوانب الاقتصادية وأيضا السياسية. معنا في هذا الحوار
وزير المدينة والتخطيط بالنيجر الذي يشارك في هذا المؤتمر ممثلا عن رئيس الوزراء ورئيسا لوفد النيجر في المشاركة في مؤتمر أفريقيا 2017. معالي الوزير هابي محمد دوس وزير المدينة والتخطيط والتخطيط العمراني، مرحبا بكم في مصر، شكرا جزيلا ومرحبا بكم في خلال مشاركتكم في مؤتمر أفريقيا 2017. خلال هذا المنتدى الأفريقي، كيف يمكننا تطبيق الاستراتيجية بين أفريقيا والعالم؟ شكرا جزيلا، لأنني قد أتيت لتمثيل دولة النيجر ولتمثيل رئيس الوزراء في بلدي. إذن لقد أتيت إلى هنا وأتوجه بخالص الشكر إلى فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي قام بدعوة النيجر للمشاركة في هذا المنتدى، وأننا فخورون بالمشاركة في القادة السياسي مع القادة السياسية من أجل تحقيق التنمية ومن أجل المشاركة في الاستثمار وحتى يتسنى للشباب الأفارقة وحتى يتسنى أيضا لشباب كافة الدول في العالم بأن يكونوا شباب يتم إدماجهم وقبولهم في المجتمع. وعليهم إذن علينا أن نتجنب مشاكل هجرة الشباب. كيف يمكننا تعزيز التبادل التجاري والاستثمار بين الدول الأفريقية؟ أعتقد أنه في بدء الأمر يجب أن تكون دولنا أقوياء، وكذلك فإن أفريقيا مليئة بالموارد البشرية، لذلك كل الدول الأفريقية عليها أن تتعاون سويا مثل ما نفعل في شرم الشيخ الآن بلواب المشاركة في مؤتمر ومنتدى أفريقيا 2017. لذلك منذ بضعة أيام كان هناك اجتماع تم عقده في النيجر وتتعلق بالتنمية الاقتصادية، واليوم يتم انعقاد منتدى أفريقيا، لأننا علينا أن نركز على المستقبل على الشباب. يجب إدماج الشباب في المجتمع لأنهم يعتبرون الأطراف المعنية، لأنهم يمثلون أيضا المستقبل والحاضر. كيف يمكن توفير الخدمات للشباب خلال هذا المؤتمر ذو المستوى الرفيع؟ لذلك لقد استمعت إلى الخطاب الذي ألقاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكذلك الخطابات التي ألقاها رؤساء الدول الأفريقية والتي تدعو إلى إدماج الشباب في المجتمع. لذلك علينا يجب على الشباب أن نشجعهم على المشاركة في هذه المنتديات وأن يعبروا على ما يرغبون فيه. إذن كما نقول لدينا لا نرغب في أن تكون هناك أن نكون أقوى من الشباب، ولكن الشباب هم أقوى من الفئات العمرية الأخرى، وعلينا أن نقوم بتدريبهم وعليهم أن نقوم نجعلهم يتحملون المسؤولية من أجل تحقيق التنمية. إذن ما هي الرسالة التي ترغبون في توجيهها إلى الشباب وإلى رواد الأعمال؟ أود أن أكون وقد رأيت هناك مقدمي من الشباب ومن الشباب الأفارقة، وأنهم يتمتعون بكافة المسؤوليات ويعرفون ماذا يريدون تحقيقهم. إذن لذلك ولكن كل السلطات الأفريقية عليها أن تقوم بالتعاون معنا، وخاصة في هذا المجال نحن أثرياء من خلال الشعب من خلال الشباب. إذن علينا أن نقوم بإعادة تقييم الوضع وأن ندعو الشباب للمشاركة معنا في هذا المجال. كذلك فإن الشباب يتواجدون في كافة الدول الأفريقية على المستوى الوزاري وعلى كافة المستويات. لذلك قمنا بإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب. إذن كل ذلك يهدف إلى دفع وتشجيع الشباب من أجل الدخول في مجال ريادة الأعمال في المنطقة الأفريقية، ونحن نساندهم ونقدم يد العون لهم فيما يتعلق ب تنظيم هذا المؤتمر. كان هناك نوع من التعاون بين الوزارة المصرية للاستثمار والوكالة
والوكالة الاستثمار التابعة للكوميس، كيف ترون الدور الذي تلعبه هذه الوكالة من أجل الوصول ومن أجل تحقيق الهدف الذي تحدثتم عنه، وخاصة فيما يتعلق بالشباب؟ علينا أن نواصل عملنا إذا كان هناك تعاون بين وزارة الاستثمار وبين الكوميس. علينا أن نتعاون على مستوى السيديو وأن نتعاون مع كافة الدول الإفريقية، وبعد ذلك تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت قيادة وريادة الاتحاد الإفريقي الذي يتزعمه السيد موسى، فإنه بالتعاون مع كل الدول الإفريقية فإننا نستطيع استغلال الموارد البشرية واستغلال كافة الطاقات، ونقوم أيضا بمساندة الشباب وتحقيق الأهداف التي يصبو إليها منتدى أفريقيا. إذن الدبلوماسية الإفريقية تعد ديناميكية خلال الثلاث سنوات الماضية، ولكن كيف يمكننا تعزيز وتقوية الدبلوماسية الإفريقية، وكيف يمكننا تعزيز الأنشطة الدبلوماسية التي يمارسها الرؤساء الأفارقة؟ إذن إن معظم رؤساء الدول الأفريقية يسافرون كثيرا، إذن ليس هناك حدود بين الدول الأفريقية، وقد فهمنا وخاصة الطبقات السياسية، وكذلك فأن المجتمع المدني أدرك أيضا بأننا علينا أن نكون سويا ومع التعاون مع الاتحاد الأفريقي. هناك 40 دولة أفريقية في هذا المنتدى والذين يبذلون جهودا مشتركة من أجل تحقيق التنمية. إذن نحن ملتزمون بالتعاون وباستغلال كل الثروات المتواجدة في أفريقيا من لصالح الشباب، وعلينا أن نستفيد من كافة المزايا وكافة الثروات حتى إذن لتحقيق الأهداف في المستقبل. إذن وكل ذلك يهدف إلى خدمة الشباب. إذن لدينا أيضا إن كما تعرفون الدول الأفريقية مدركة أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية. إذن سعادة الوزير علينا أن نكون متفائلون وكذلك أن نكون واقعون في الوقت ذاته. هذا النوع من المؤتمرات تركز وتهدف أيضا إلى تعزيز الاستثمارات. لا كما ذكرتم فهذا صحيح. إذن هناك يجب أن نكافح ونناضل من أجل تحقيق أهدافنا. إذن كل الشباب عليهم أن يتشاركوا في هذا المجال، وهناك القارة الأوروبية والقارة الأسيوية الذين يبذلون جهودا مضنية. إذن علينا أن نحدد أهدافنا وعلينا أن نكون سويا وكذلك وأن ندفع الشباب من أجل تحقيق أهدافنا. إذا تحدثنا عن العراقيل أمام التعاون الأفريقي، إذن وخاصة فيما يتعلق وسائل النقل تعد أحد العراقيل التي نواجهها. إذن هل هو من السهل بأن يكون يتم اتباع نظام متكامل للنقل سواء النقل البري أو النقل الجوي؟ علينا أن نقوم بذلك، وأعتقد بأنه في القارة الأفريقية كما تحدثت عن يجب أن يكون إقامة رحلات طيران بين الدول الأفريقية بشكل مباشر. لذلك علينا أيضا أن يكون هناك رحلات طيران بين النيجر وكافة الدول الأفريقية. لذلك علينا أن نقوم بتعزيز رحلات الطيران، وخاصة فيما يتعلق بالرحلات الطيران المباشرة بين الدول الأفريقية ومصر. فإننا إذن ليس هناك رحلات طيران مباشرة بين مصر والنيجر. لذلك علينا أن نبحث كيف يمكن تحقيق هذا الهدف وإقامة رحلات طيران أو خطوط طيران مباشرة بين مصر والنيجر. إذن لدينا علاقات أخوية بيننا وبين مصر. لذلك عن نقوم بتعزيز وتنمية وتطوير وسائل النقل وبين البلدين، وخاصة خطوط الطيران الجوية إيجيبت آير وخطوط الطيران في النيجر. إذن فيما يتعلق بملف التبادل الاقتصادي والتجاري في كافة المجالات، لدينا مجالات
التجارية معنا مع مصر، وأننا كما تعرفون أيضا هذا ما يحدث في كوت ديفوار. لذلك نحن نرغب أن تأتي الشركات المصرية إلى النيجر من أجل تعزيز التبادل التجارية. وكذلك كان هناك أحد المسؤولين في النيجر الذي جاء للحديث عن هذا الموضوع خلال هذا المنتدى، وكل ذلك سوف يتطور، وذلك في إطار النضال الشرعي والقانوني فيما يتعلق بقطاع الأعمال التي يتم مناقشتها في هذا المنتدى، وخاصة فيما يتعلق بالأعمال. كيف يمكننا تعزيز العلاقات بين الدول الأفريقية؟ إذن لتعزيز هذه العلاقات علينا أن نقوم بإزالة هذه العوائق التي تحول دون تحقيق هذا الهدف. لذلك لا يجب أن يكون هناك نوع من تأشيرات الدخول بين الدول الأفريقية، يجب أن يكون هناك حرية تنقل بين الدول الأفريقية دون الحصول على تأشيرات الدخول. ولكن يجب أن يكون هناك رقابة للحدود، وخاصة فيما يتعلق بدخول المجرمين أو بدخول الخارجين عن القانون. لقد ذكرتم بأن كل رؤساء الدول الأفريقية وأن كل رجال الساسة لديهم الرغبة في تحقيق الشراكة وتحقيق التكامل. هل شعرتم بذلك أو لمستم ذلك، أو أن هناك بعض الدول الأفريقية لا ترغب في بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر في تحقيق هذه الشراكة؟ أعتقد بأن أفريقيا قد فهمت الوضع، لذلك نحن متفقون على هذا الهدف. ولكن هناك دول أفريقية التي تتعرض للحرب والتي تتعرض لنزاع أيضا، وهناك دول أفريقية أيضا تعاني من الإرهاب أيضا، وهذا بالقطع شيء أكيد. لذلك نحن بحاجة إلى إحلال وإقامة السلام ومحاربة الإرهاب، وكذلك علينا أن نكافح الهجرة الغير الشرعية. وكذلك إذا كما الوضع الراهن في ليبيا، إذا علينا أن يكون هناك نوع من المساواة بين الدول الأفريقية، وعلينا أن نبذل المزيد من الجهد لصالح الشعوب الأفريقية. ومن خلال القرارات التي يتخذها القادة الأفارقة علينا أن نقوم بتحقيق هذا الهدف حتى يتسنى لأفريقيا أن تكون قارة موحدة، وعليها من أجل تحقيق التعمير ومن أجل استغلال الثروات لصالح الشباب والشابات. إذن هناك أيضا هناك بعض الشباب الذين يموتون من خلال الهجرة الغير شرعية. لذلك إذا قمنا بوقف هذه الهجرة الغير شرعية، وإذا توجهنا إلى إقامة السلام والأمن، يمكننا تحقيق التنمية بعد ذلك. ما هي القطاعات التي يمكن أن تنعم بنوع من التعاون بين مصر والنيجر؟ أعتقد بأن قطاع الصحة، وكذلك قطاع المياه، وقطاع أيضا كما ذكرت قطاع التعليم، لأن هناك مئات الدارسين أو الطلاب من النيجر الذين يعيشون في مصر من أجل استكمال دراستهم، والتي قمت بزيارتهم خلال تواجدي بمصر. إذن هناك مجالات للتعاون مختلفة بين مصر والنيجر. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أشار بأن تقاسم المياه لا يجب أن يكون مصدر للنزاع. ما هي الحلول من أجل تجنب هذه المشكلات؟ لم أفهم سؤالك جيدا، لأنني أتحدث عن تقاسم المياه. لا يجب أن تكون مصدر للنزاع. كيف يمكن أن نتجنب مثل هذا الوضع؟ أعتقد بأن المياه هي منحة من الله، وعلينا أن نستفيد منها جميعا، وأن نمر أو نجعل مرور المياه في كافة الدول. إذن علينا أن نقوم باستغلال الموارد المائية والموارد البشرية لصالح القارة الأفريقية، وأن
فيما يتعلق بنهر النيل فإن السودان ومصر وأثيوبيا عليهم أن يستفيدوا من مياه النيل. إذن كل البلاد التي يمر بها نهر النيل يجب أن تستفيد من نهر النيل، ولا يجب إقامة السدود من أجل منع مرور المياه النيل. وأعتقد أن كل ذلك يمكننا أن نتجاوز هذه النزاعات. أشكركم جزيلا فخامة الرئيس وزير المدينة والتنمية والعمران في النيجر. شكرا.